أربعة مش العشرين. إيجاز.
انا وثانوي جالنا الفريق المحترم اللي احنا شايفينه، بيجولنا مخصوص في الحقيقه من البحيره، من كوم حماده، والف سلام وتحيه لكل اهالي البحيره. وعاملين شغل حلو قوي ومختلف، وعندهم انضباط غير عادي. وبعدين معايا الراجل اللي بيدربهم على الكلام ده، اول مره جالي، وبعد كده دايما بقينا على تواصل على الواتساب، وبقيت دايما فخور بيه. وفي الحقيقه كذا مره دعاني ان انا اروح، ممكن بيحصل ظروف ما بعرفش اروح لهم. تخيل النهارده ارحب بالفريق اللي معانا النهارده، النسور المصريه، وكابتن شريف جمعه مؤسس ومدرب فريق النسور المصريه. سقفوا لنفسكم، سقفوا لنفسكم. عاملين شو حلو قوي، وكابتن شريف من النوع اللي ما بيعجبوش العجب، طول ما هو شغالين يعمل واحد يتزحلق، واحد مش عارف ايه، واحد ايه. قلت له سيبهم سيبهم، هم عاملين شغل زي الفل اصلا. ازيك يا كابتن؟ اهلا بك يا كابتن. انا كابتن يا ريت ابقى كابتن، ما عنديش اي مشكله. استاذ شريف دخلت في المود. بس اخبارك ايه يا كابتن؟ الحمد لله. عامل ايه؟ انا مبسوط اني موجود هنا النهارده. احنا اكتر من سنه او اكتر شويه انتوا كنتوا معانا تقريبا. ايه اللي حصل في السنه دي؟ احنا من سنه بالظبط كنا تقريبا لسه بادئين، لسه كانت وزاره الشباب والرياضه بتدعم فريق النسور المصريه. احنا فريق النسور المصريه او فريق نسور وزاره الشباب والرياضه الملقب بصعقه وزاره الشباب والرياضه. في السنه دي الحمد لله مجهود جبار باين على الشغل، اجتهاد جامد جدا. واحب اقول قبل ما اعرف نفسي، انا عايز اقول ان الشباب دول فعلا شباب عنده طموح، شباب عنده حلم. انت بتقول شباب يعني عايزك الواد والبنات كله. والاطفال كمان. اوكي. يعني ربنا يحميهم بجد. احنا الحمد لله اول فريق مدني يشارك قوات الصاعقه في عرض لياقه بدنيه. قدمنا عرض في مدرسه الصاعقه المصريه، وده طبعا بفضل دعم معالي وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي، بدي ابعت لك الف سلام وتحيه وكل سنه وانت طيب. وقدمنا عرض في قاعده 3 يوليو البحريه في عيد القوات البحريه، والحمد لله قدمنا عرض في احتفاليه ثوره 30 يوليو في متحف القوات الجويه، وشاركنا في اليوم العالمي لمكافحه الفساد للرقابه الاداريه، والحمد لله شاركنا في احتفاليه 6 اكتوبر، واخيرا افتتاح المدينه الرياضيه بسيد عبد الرحمن الساحل الشمالي. انتوا عاملين تلفوا مصر كلها. الحمد لله. يا بختكم. الحمد لله. طيب خلينا كده نفكر الناس، انت كونت الفريق ده ازاي؟ احنا في عجاله كده كوننا الفريق ده من 6 سنين. الفكره في الاساس هدفها الرئيسي اننا نشجع الناس تلعب رياضه، حابين كل الناس تحب تلعب رياضه. فكان بناء عليه بدانا ننزل الشوارع والميادين على مستوى الجمهوريه، الحدائق، اي مكان عام في ناس، كنا بننزل نعمل عرض بالشكل ده بحيث نجذب انتباه الناس لممارسه الرياضه. مع تطور الفريق وطبعا دعم الوزاره، بدانا ان نكون موجودين في ده بشكل اكبر على مستوى الجمهوريه، وبدانا نكون موجودين في الاماكن العسكريه اللي انا ذكرت اسمها دلوقتي. انت قلت دعم بقى الوزاره ودعم الناس، بس في حد بقى انا متاكد ان هو كان بيدعمك انت نفسيا جامد قوي؟ والدي. والدك طبعا. شفت انا عرفت ازاي؟ اول مره اشوف والده النهارده، راجل كده مصري محترم اصيل، فبعت له الف سلامه وتحيه وميرسي ان هو جه وشرفنا النهارده. احنا داخلين على سنه جديده، نتمنى انها تكون كلها خير. طموحك ايه للفريق؟ عايز الفريق بتاعك يعمل ايه في السنه الجديده؟ طموحي وان شاء الله على يقين انه هيتحقق بالمجهود اللي مبذوله، الخطه اللي محطوطه للفريق ده، اننا نكون اقوى فريق لياقه زي ما قدرنا نكون اقوى فريق لياقه في مصر، نقدر نكون اقوى فريق لياقه في الوطن العربي والعالم كله. عايز اسالك حاجه. اتفضل. التدريبات اولا، هو انا عمله النهارده شو مبهر في الحقيقه. الحمد لله. في حاجات انا اتخضيت، بالذات في حته كده كانوا مدككين مش عارف عملوها ازاي. انت الحاجات دي بتجيب لهم مثلا فيديوز او افلام تقعد تتفرج وتنفذ ده، ولا انت بتعرف تعمل الحاجات دي؟ الحمد لله بعرف اعمل طبعا الحاجات دي. مش عارف شاكك فيك. ننزل نعمل دلوقتي انا مع حضرتك في اي حاجه. لا استنى. طيب بص، هتختار منهم مجموعه، هم عملوا حاجه وشالوا واحد. تمام. هيشيلوك انت. جاهزين يا رجاله؟ طيب ماشي انا موافق. تمام. يلا. مين كم واحد؟ أربعة. لا مين؟ ثلاثة وأنا الرابع اللي هيتشال. طب قول أسامي ثلاثة يجوا. تيم 1 الرباعي طيب رباعي عبده. رباعي عبده؟ اه. تعالوا يا رباعي عبده. شد حيلكم يا رجالة. شد على الله. عارفين توقعوا الراجل بقى، أنتوا حرين. شد على الله. قوم يا كابتن. مين اللي هيبقى ورا؟
لو محمد عادي، ما انا كده كده انا اللي في النص، احنا عايزين ثلاثة بس. يلا بينا. اللي هي الحركة دي. طيب لف قشطة. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا الله. يلا بينا. واخد احتياطي. يلا حمو. بسم الله. يلا. شغل بقى. 1 2 3 عايزين 10 عدات. 1 2 10 عدات. 4 انا هفطسكم. 3 4 ايوه 1 2 خلاص كفايه كفايه، صعب عليا. انزل 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 يا شريف. لا الرجاله تقدر ساعه كمان. لا استنى بقى، في بقى حركة تانية اتعملت، كانوا الأربعة في الأرض وشالوا زي الضفيرة كده. يلا يعملوها القطر الرباعي. مش القطر الرباعي. طيب انزل. يلا ما انت معاهم برضه. حبيبي يلا بينا. ده الأستاذ شريف مروق عليا. حضرتك اسمك ايه؟ مازن. تعالى اقعد هنا يا مازن. يلا بينا. انا كده وشي، انا وشي كده صح؟ وشي كده؟ لا وشك لورا. وشك لورا. يلا يا كابتن. طب دي يلا انت كده قريب. قشط. يلا يلا رجاله جو. 1 2 1 2 1 2 1 2 1. خلاص حركه. كفايه كفايه. ستوب. كفايه كفايه. ما تقولوا 1 2 ليه بتقولوا 1 2؟ في بقى حركه ثانيه كنتوا بتعملوها العرض كله، وتروحوا ايه، واحد بيروحوا زقينه. طب يلا يا اسطى. انت اللي هتتزق. يا سنه بيضاء. يلا يا رجال. يلا يا رجال. انا جاي اتبهدل. هو والدك اللي قال لي اعمل فيك كده. بجد والله؟ استحاله والله. طب هم سخنوا انا ما سخنتش. لا مش مشكله. يلا زقوه بقى. يلا بينا. استني. 1 2 2 2. ايوه ايوه ايوه. مش مشكله مش مشكله. فداك. تعال تعال سقفوا له بقى. يلا قوم يا مازن. تعال تعال ما تخافش. يلا يا رجاله ماشي. ابقوا خدوا منه حساب المايك وهو ماشي. يلا اقعد اقعد خلاص كده. انت عندك كم سنه؟ 32. عشان كده بقى لسه صغير فقادر تعمل الحاجات دي. الحمد لله. الحمد لله. طيب انتوا طبعا النهارده شرفتونا ونورتونا، وانا مبسوط ان انت جيت. بس قبل ما نمشي، هو لسه في عرض انا عارف، بس الناس اللي عايزه تشترك معاك يعملوا ايه وايه الشروط؟ في فيسبوك، في انستجرام، في اي حاجه؟ النفس. خد ما تاخدش نفس. ناخد النفس عادي. يلا عشان بس ما تبقاش كده. لا ما تخافش. احنا الفيسبوك بتاعنا ايجيبشن ايجلز تيم او فريق النصر المصريه. اي منصه ثانيه شريف جمعه. عايز اقول الاستاذ شريف فرهضني، فاخد نفسي كده بالراحه. عايز اقول انا فرهضت. بيقول لك استاذ شريف فرهضني. الفيسبوك والحاجات على الشاشه. احنا الحمد لله في قرار صادر من معالي وزير الشباب والرياضه ان في مشروع هيتنفذ على مستوى الجمهوريه اسمه مشروع النسور. ده تم تقريبا من ايام بسيطه جدا بالفعل، ان هيكون في جميع محافظات مصر فريق نسور مصريه. تبعك؟ تبع الوزاره. بس انا المشرف العام على الفريق. ايه يا عم ده محدش قدك. شرفتني نورتني. كل سنه وانت طيب وسنه حلوه عليك. تسلم. ودايما كده نشوفك عندنا بتنور انت وكل الشباب اللي معاك الشارع. تسلم لي. بجد. طيب خلينا دلوقتي نشوف تاني عرض من الفريق، فريق النسور المصريه. العرض الجاي كمان هيكون فيه بنات بتشترك فيه، بنات البحيره، بنات اقوياء جدا، شخصيات جميله. كنت قاعد معاهم قبل ما نسجل، كلهم شخصياتهم في الحقيقه احلى من بعض. بنات تفرح زي ما بنقول. ودي كانت حلقه يوم الخميس. اتمنى تكونوا اتبسطتوا عندنا النهارده واتبسطتوا خلال الاسبوع ده. يلا بينا اتفضلوا. ريدي 3 2 زوره زوره عدينا قوه the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up,
It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I